هذا البرنامج برعاية كريم كوين جوهرة الجمال. هذا البرنامج برعاية عصير طازج. حليب المدهش الأصلي بحلته الجديدة ونفس الطعم الرائع ومن المزارع الخضراء الطبيعية. المدهش حليب الأجيال. هذا البرنامج برعاية شركة نكتاليا الفرنسية لحليب الأطفال. هذا البرنامج برعاية شقق غنجان لايف في أربيل. هدوء شباب، راح يجي بطل العمل والمؤلف والمخرج والمنتج. اتفضل استاذ. اقعد شباب، انتم ابطال المسرحية، انتم محظوظين، لان راح نرجع المسرح العراقي، راح نخلي العوائل ترجع للمسرح. كافي اسفاف، كافي تنمر، كافي رقص، كافي هذا الاداء ابو ممنوع احد يسهل. خلي نرجع امجاد المسرح، الخيط والعصفور، الله، بيت وخمس بيبان، المحطه، الله، مقامات ابو سمره. اقول لك عمي، ما تحكي لنا شنو قصه المسرحيه؟ من كل ولا بد انت راح تطلع من الريف وجاي تعيش بالمدينه. لا، كافي هذه القصص المحروقة والمسرحيات المستهلكة. هالمرة القصة تختلف، راح أطلع أصلاً عايش بالمدينة، بس يفتر بي الوقت وأجي للريف حتى أخذ ورث أبويا الماخذ عمي الظالم. أقول لك أستاذ، أنا أكيد راح أخذ دور عمك. طبعاً تأخذ دور عمي، قابل تطلع رائد فضاء؟ وأكيد أنا حبيبتك اللي عايشة بلندن وجاية زيارة للقرية، مو هاي الشخصية مليت منها من التسعينات وأنا لازقة بيها. لا، كافي هذا الاستهلاك، هالمرة الشخصية جديدة، انت راح تطلعين حبيبتي بس عايشة بباريس مو بلندن، وهاي جديدة اعتقد، مو صحيح؟ عجبتني. واكيد اني راح اطلع راقصة مثل ما اطلع بكل مسرحية. يلا اني جاهزة. يبو يبو يبو، انت ما راح تطلعين راقصة، راح تطلعين بدور دكتورة، بس راح يفتر بيك الزمن وترجعين تشتغلين راقصة. الله، قوية قوية، عاش فينك استاذ. واكيد انا راح اطلع اخر راقصة المايع. كافي اسفاف، كافي نمطية، انت راح تطلع بدور جديد، راح تطلع سكرتير الدكتورة وتستقبل اتصالات. يعني اذب الخشبة؟ لا، لان راح يفتر بيك الزمن وترجع تعزف خشبة ويا الراقصة. الله، قوية، جرحتني. هاي شنو؟ هايش لابس؟ محمد رمضان يقدر يمثل بدون سكس بعد؟ لا. احمد السقة يقدر يمثل بدون شامه؟ لا. وهسه تريدنا مثل الدور المدني؟ هذا شنو؟ خطوط وتشققات. انا راح اغير حياتك المهنيه بالتمثيل، راح اطلعك بدور جديد. كافي تطلع بدور عريف، هالمره راح تطلع رئيس عرفاء، لان ما معقوله صار لك 25 سنه ما مترفع. مبروك على الترفيع. قويه. شو احنا لا جبنا واحد قصير نضحك عليه، لا جبنا وحده سمراء نحشش عليها، هسه احنا شو نسوي؟ عليه من نضحك؟ احنا ضد الاسفاف، ضد التنمر. الشمدو بنجيب بمسرحياتنا واحد قصير ونضحك عليه، الشمدو بنجيب بنيه سمراء ونضحك عليها، بعد ماكو هذا الشيء. احنا راح نجيب واحد طويل واسمر حتى نختزل بالنفقات وما نتنمر عليه، نتشاق وياه. اتفضل. عجبني استاذي، بس هاي السوالف كلها سويناها بالتسعينات بمسرحية بيت الشجر، وبمسرحية عشق الشجر، وبمسرحية ليل الشجر، وبمسرحية حب وشجر. بس هالمرة مسرحيتنا مختلفة حتى بالاسم. شو اسمها؟ مسرحية مرقة شجر. هسه راح نعلن عن مسرحيتنا، ضد التنمر، ما بيها اسفاف، ما بيها رقص، ما بيها دوكات بايخة، وراح نبلش بالإعلان، الإعلان اللي يجذب العوائل العراقية، الإعلان المحترم اللي ما بيرقص. أكشن. هذا
تنجن حيالات امهات السحوره. انا بعد ما البس ربطه يوم السبت. ليش؟ لان السبت ساتردي. يا تاخذني فلوس ماكو شغل ماكو. مو عيب واخوك موجود. والنعم من خواتي. اقول لك بويا انت شو اسمك؟ انا غازي. غازي لو نفطي. به. مساء الخير جمهور ولاية بطيخ. هاي الحلقة 18 وموضوع اليوم كلش مهم وبتفاؤل. كل شيء بحياة الشاب العراقي يعتمد على الفلوس، والفلوس ما تجي بالسهل، لازم اكو عمل او وظيفة. لطالما شكلت البطالة الوجه الأخر. البطالة في العراق مشكلة ذات أبعاد. ارتفاع نسبة البطالة في العراق. في السنوات الأخيرة في المجتمعات العربية. سديت أبوجهكم بهذا الفيديو وبالهلق اللي ضحك. على العموم أنا ما أنصحكم تنتظرون تعيين الحكومي، لازم تعتمدون على نفسكم وتلقون هيك أفكار وطرق جديدة للنجاح، مثل ما بدأ بليه صباغ أحذية وصار الهداف التاريخي للعالم، بيل جيتس بدأ من محل بقراج بيتهم وصار أبو شركة أبل، مثل ما أكو فنانين عرب هواي. إليكم وظائف ومهن أبرز الفنانين والفنانات العرب قبل الشهرة. وائل كفوري كان حلاق رجالي. عبد الله رويشد كان موظف في البلدية. شعبان عبد الرحيم كان مكوجي. سعد الصغير كان سائق تاكسي. يا أخي الله، عبد الله رويشد، وائل كفوري، سعد الصغير، شعبله. سعد الصغير كان وين وهسه وين؟ أركب الحنتر درقن درقن واتحنتر. ناس لقت سلم النجاح وصعدت، راح تقول لي دولهم دعمتهم ووفرت لهم وسيطروا على الوضع وقدروا يستغلون المسارح العدم والفن العدم. عندي مثال عراقي ما تقدر تحكي بي. كل شيء عمل انا، كل شيء عملت يعني، اشتغلت اشياء كثيره عملت فيها، بعت كتب، بعت ايس كريم، عملت في صباغه. الله يا ابو سام، مش قد شاب عصامي كان يعمل بالايس كريم بالحريه الاولى والثانيه، كان يجلس في شارع باتا، كان ورا ما يكمل العمل يجلس في باب بيتهم ويعزف عود ويغني اجمل الاغاني الى ان وصل الى مرحله ان يبدا الغناء. كاظم الساهر رجع ورا هاي الاغنيه لبيتهم، سد الباب بالحريه وقاعد بالاستقبال، حسب تك 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 تك، جاي يحسب فلوس الاغنيه مالته. تعرفون باع كم كاسيه بالحريه، باع كم كاسيه بالشعب، كم كاسيه بالعرصات. خطيه يحسب بفليساته، بهاي الاثنان دق الباب. فتح الباب ابو سام، قال له انت منو؟ قال انا الطموح. قال له تفضل. قال له تعتمد على هالاغنيه؟ قال له مواني ما عندي الماز وذهب. قال له ابو سام اطمح، وراك مستقبل. قال له انا اريد بيت على قد احلامنا. قال له ابو سام اطمح. قال له وعيش على قد الحال. قال له ابو سام اطمح. قال له انا احب البنيه واريد اخذها ولحد الان ما معترف لها، خاف ترفضني لان فقير. قال له لا 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 لا. ابو سام بروما العب. اشتغل بالموت، اشتغل نجار، لكن صار وصل الرومة ويا 39 بنية. أول ساف مال بنات 12، 9 9 9 حاسبين بنية بنية. الطموح ما يتوقف عند أحد. وحتى تاني عنده طموح، اليوم أقدم بشارع باكر بأربع شوارع. على العموم أنا فكرت لكم بالأشياء اللي ممكن نبدأ بيها من الصفر حتى نبني طموحاتنا. روح مشهد ابو الاعلى ما دور القائم البارحه سجلتها بالليل. ريهام حياتي، انت تعرفين انا بس الجمعه راحتي وعفت راحتي تم وجيت حتى علم السياقه. القاعده الاولى بالسياقه ممنوع الارتباك. غسان مشان يوم مرتبكه يابا، ما غلطت عليك، الارتباك حاله يمرون بيها كل البشر. كل البشر بس مو ريهام اللي ترتبك. حشاك من الارتباك عمي، القاعده الاولى ذبيها خلي تولي نسيها. القاعده الثانيه اهم شيء بالسياقه التركيز،
التركيز ما بيتجاوز. لا، إذا على التركيز فكلش عادي، فكلش سهل. تعرفني أنت طبعاً. لعد هم السمكرية شلون يشتغلون غير على هاي الثقة؟ بالعافية عامر الصباغ. يلا تعال سوق يا حبيبتي، تعال تفضلي. على التركيز أصلاً كلش سهل. قلقتي راحتي، وجمعة مباركة، وبس الجمعة أقعد وطلعت السالفة كلية تركيز. شو أسوي؟ سوي ريوك. شو تسوين؟ يعني أول شيء شو يسوون غير يشغلون؟ شغلي. زين شلون شغل؟ حط رجلك على البريك. وين البريك؟ هذا هذا هذا. أي عافية. ودوسي هاي البصمة. صار اشتغلت. طلعت الشغلة كلش سهلة. ها هي بعد، خلنا نرجع للبيت. حبيبتي انت ليش متوقع صوت المحرك؟ هذا هو قمة الطموح. ليش عبالش لزمت الدولي ووصلنا للبصرة؟ احنا ورا ما شغلنا المفروض. غسان صدق تحكي؟ طبعا كل سهلة يا معود. الله الله، انا هاي الثقة اتفائل بيها. غسان شو تسوي؟ نستغفر الله. ريهام لا تقاطعيني ارجوك. غسان بديت الصيح. مو أنا أريد أفهمك، أنا أريد أعلمك. هسا إحنا شغلنا، وراها شنسوي؟ ندوس بريك. وين البريك؟ هدوس بيها رجل باليمنى. واليسرى؟ نعتبرها مكسورة إن شاء الله. شون؟ لا سامح الله، يعني ما لنا علاقة باليسرى. هسا نجي وراها شنو؟ الجير. هذا الدي يعني تطلعين لي قدام، الآر يعني ترجعين لي ورا. زين هم ليش مسووها اي بي سي دي وفضوا السالفة؟ اغبياء. تخيلي. اي والله ما يعرفون. حتى احلى اي بي سي دي مو صح؟ اي والله صحيح. الدي شنو؟ شنو؟ دي طلعي. احش بيك غسان لا تصيح. مو دا صيح حبيبتي، دا اشرح لك يا الدي يعني دي طلعي، يعني لي قدام. تمام. الار شنو؟ شنو يعني؟ راجع 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 يا غسان. دا تربكني. مو اربكيك حتى ما تنسين، يعني لي ورا راجع الار حتى تبقى ببالك حبيبتي. وهاي الان يعني نام شوية. يعني شلون انام؟ يعني كسرة خذيلك على قد ازدحام، على قد ترافيك لايت. زين والبي اللي نسيته؟ البيبات يمهلك. عمودي خلالك الجو. لك لا بابا، يعني البارك يعني نهاية، يعني تطفين وخلاص. غير اريد اعلمك يا عمري. طبعا طلعت كل السهلة. يلا خلي نصور سناب. هي شنو سياقة حبيبتي؟ بريك دي سناب. هلا مروش، هلا هدوش، هلا هباوي، هلا حورية البحر، هلا أحبة وبكيفي. حبيبي متابعيك كلش هواي، خو من عددهم كلهم. طبعا اليوم ما سالف لكم، اليوم جمعة، والجمعة يعني راحت غسان، فقرر خطي يعوف راحته ويعلمني السياقة. حضروا نفسكم على مود اليوم أفرركم كل بغداد. حضروا نفسكم. حضروا جفنكم. ايش تقصد؟ ديربالج ديربالج. بريك بريك ليش نهام؟ بريك بريك. حش فيك غسان. حبيبتي موردنا نطب الشجرة. صدق كذب؟ وشنو يعني؟ شنو شنو يعني؟ غير نموت. وهيك تفشلني قدام السناب؟ يلا تعال نعيد السناب. اي حبيبتي نعيد السناب، بس احنا واقفين. السناب ما اريده. اي عافيه. اي تعال مسياخه وبعدين نشبع سنابات. الله يخليك. زين هسه شو نسوي؟ هسه شو نسوي؟ بما انه الشجره قدامنا اكيد ما نطلع قبل، فشو نسوي؟ نرجع لي ورا. يعني اكيد شو اسوي؟ يعني الار، تذكري الار؟ اي ذكرني. راجع راجع. حش بيك غسان ما تركني. لك مو داعي دا ذكرك. ذكرت. يلا عافية عافية. ايه يلا. الله الله ريهام، برافو عليك. الله. ايه ايه عافية. عينك بس لا صيح. ايه عينك على ذن الخطوط. عافية بالكاميرا. الله هسه طلعي بسايدك على راحتك. ها شنو؟ هبة دقت، راح اجاوبها. انطيني انا اجاوبها. لا لا ما يصير، تركزي بالسياق. غسان شو تريدها تقول علي؟ ما تعرف السوق وتجاوب؟ لا حبيبتي هسه هي ما تشوفك زين، طبقوا واحكوا وياها. خلصت الدقة. شوف غسان هسه تزعل علي. انطيني. هات. زين هسه ادق لها لو ادز لها مسج. غسان حبيبتي هسه والله مو مشكلة. غسان طلعها بسرعة. صعدي جامي طفي السيارة. يلا الحمد لله على السلامة.
حبيبي الله يسلمك خو ما تأذيته. لا الحمد لله. وانتو خو ما تأذيته؟ لا الحمد لله. يابا أنا آسف، هاي مرتي كانت تتمكج ودعمتها. لا حبيبي أنا آسف، هاي مرتي كانت تدز رسالة الهبة ودعمتكم. يابا مرتي جاي تتعلم سياقة. استقابل مرتي دا تفحطنا دا يتعلمن وإحنا الواقعين بيها يا أخوي. هسا والحل؟ الحل نسوي نفسنا نتعارك، لأن هسا مرتك راح تلومك، راح تقول لك ليش ما غرمته، ليش ما أخذت منه فلوس تصليح، ومرتي راح تقول لي ليش ما أخذت سنويته. فاحسن شي نتعارك. والله اردت اقول لك واستحيت. يلا لا حبيبي ليش تستحي، تعال زم يا اخت عمري. انت موظف مو؟ موظف وقاعد ايجار. الله يساعدك حبيبي. زين شلون العد راح تصلح؟ هاي امري لله. زين انت شلون، وين تشتغل؟ انا والله اشتغل بشركه اهليه، هسه التصليح هذا كله على حسابي. يا على حسابك وهسه دعمتها وفلشتها. هسه لازم اضربك راشد اخو، ما بيها زحمه. يا معود بالخدمه. يابا والله خجلان. لا عادي. اخ انت كم طفل عندك؟ انا عندي اطفال اثنين ومدارس اهليه ومتبهذل فتبهذل. يعني عندك اطفال ومدارس اهليه ومرتك هيك تسوي بيك؟ تضرب لك؟ لا والله استحي منك. يا بعيب من مرتك تضرب. اخ ايش بيك انت، ايش بيك ايش بيك، فهمني حبيبي. هسه لازم نتماطل بعد ما بيها مجال. انت رقمك اسيا لو كورك. رد لي اياه بسرعه. اسيا اسيا. جبت لي وردة. أنا ما جبت لك وردة، جبت لك ميادة الحناوي. أنا بعشقك أنا. يا بعد أخوك ما قلت لي تش اسمك. حلمي. حلمي لو أدبي. بهي. أعطيني شاي. ما أقدر أشيل الاستكان. ليش؟ لأن صاب بي شاي ثقيل وما بي هيل يمشي. معقولة؟ معقولة طالع نفر واحد. أكلك؟ أنا خشمي مصدوم. اطلع على الخدمي. بوي فلك موش مره. عم انت شو اسمك؟ اسراء. يعني اذا توقعين تطشرين فضايح. امه هاي تعالي شربن شاي. ولك هفي له بعد عمك لا يموت. اخاف اهفي عليها ويجمر. بي والكم وين المتهمين؟ انا المتهم الاول، طلعوه من السجن. وانا المتهم الثاني، طلعوه من الفرن. لقيت لكم مجموعة شغلات ممكن نشتغلها ونحصل على فلوس ونبدأ مستقبلنا مثل ما بدأوا دول الناس العصاميين. مثلا احنا اهل نفط، العراق متروس نفط، عندنا آبار كومة. فش اقول انا، احنا كشباب نروح نشتغل عمال، نشيل كسر بالآبار، نحفر، يعني اي شغله نسويها يحتاجوها نسويها وكرفوا فلوس. شلوني؟ انهارت اسعار النفط عالميا ودخل العراق سنواته العجاف. مئات العاملين في حقول نفط ميسان انهيت خدماتهم دون سابق انذار. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. صرحهم انعوف النفط شباب، انعوف النفط، حاره وصحراء والشمس ترقع براسك وبشرتك تتدمر دمار. وبعدين هذا نفط، تروح تدخن ولنقاب والبير عليك وتحترقون وانا خاف عليكم. او بالنفط عندنا نهرين والسمك خير من الله، نجيب لنا بلم صغير وشبكه ونصيد ونقعد بسوق السماكه وكرف فلوس. شلوني؟ بعد كم يوم الماي هذا يصير احمر، مجاري البصره كلها حليه، البلديه ذب زبالتها حتى بالشط، ذب الشبك يطلع على ريك، حفاضات، اشكال الملابس، ما تعرف الشط شين صار، صار مزبله. اسواق هذا مو شط. علاليق وحفاضات ومايونيز. العذا ذبوا شبكه قبال ابو ناس، شو يلقون؟ الله اعلم. دير بالكم، عوف السمك، شو تسوي؟ اصلا يعني مو طيب السمك. نطلع مشهد، حد ما لقى لكم شغله ثانيه، والله حاير بيكم وخايف عليكم. لك بس شوف هاي اللقطه اللي اخذتها، خلي مصطفى العبد الله يبطل اخراج، خلي لحن احسن له، ورأفت البدر راح اخليه يخرج بس النصرة، لان اخوه وسوران علي شريف راح اعوف البصر عدو ميثاق، لان هو الوحيد اللي يميز بيناتهم. فابريغاس فابريغاس.
فابريغاس هذا مو لاعب. بس اعتزل استاذ ابو الزوم، انت اهم مخرج بالعراق، بس فرصه ما عندك. جت الفرصه استاذ. احنا صار لنا يوم انا نصور ولحد الان ما غنيت اغنيتي، جبتني من الدوره لحد ابو نؤاس بس اشمر ورق. ليش بابا هو النجاح سهل؟ كاظم الساهر بعنا وليلا كتشري شمر اوراق، انت يومين ما تحملتي؟ اوكي، هسه نعوف الورق، غير افتهم رؤيتك الاخراجيه، شو انت بالبيت وقعتني من الدرج، هنا انا وقعتني من المرجوحه. ما ظل شيء، وقعتي يعني ويخلص الكليب. شافي شافي عاد انستا. ادري انت ملاعب فيفا 20. استاذ هي اغنيتها دانس. هسه تتعلمني بالكليبات، انا هذا احب مسوي على قصه حياتي. ليش يا اخراجك؟ لا مو اخراجي، باقاه من عندي، ما تشوفين صوره قبل ليش القالب ما صب؟ للمستعجلين. السلام عليكم. هلا ورده. بدون زحمه وين القى استاذ ابو زوم؟ هاو ار يو فاثانكو عندي وفاثانكس استاذ از ذا دايركتور ابو زوم. شلونك استاذ حبيبي؟ انا مطرب جديد وعندي اغنيه عاطفيه اريدك تخرج لي اياها. عاطفيه؟ عندي سيناريو مالته. اللقطه الاولى تطلع انت مسافره توصل للمطار، باب المطار تطلع ناس الجواز مالتك، ترجع للبيت تلقى زوجتك جاي تخونك. لا استاذ مو هيك. بعدني ما مكمل، تضرب ايدك على الحائط وتخنزر. لا لا استاذ قصة الاغنية مو هيك. ركلمي ركلمي، شلون تحكي ويا ابو الزوم هيك وهو نصك لبات العراق مالته؟ على عيني وراسي، بس هي اغنيتي يعني عاطفية وغزل، يعني لازم تطلع بيها زوجة واطفال. زوجة واطفال، لقفتها اجتماع الاباء يدزون عليك ادارة المدرسة، تاخذ ابنك وتروح، توصل للاجتماع تطلع ناس الشهادة مال ابنك، ترجع للبيت تلقى زوجتك تخونك. استاذ يا خيانة، الأغنية غزل، أنت ليش مصر على الخيانة؟ بعدني ما مكمل، تضرب إيدك على الميز وتخنزر. يعني هي لازم بيها ضرب؟ لازم بيها تخنزر، لأن عيونك خوش تخنزر. استاذ شو خنزر؟ دا أقول لك الأغنية غزل. هسه سيد نبيل سنونه حلوة، حتى بالأغاني الحزينة يضحك. استاذ تراني تأخرت. أقول لك إذا ما رد الخزرة طشيها لك؟ شكيرة شكيرة، رحمة رياض قطعت نفسها على هاي الخزرة، بس أستاذ أبو الزوم قال لا، هاي الخزرة إلك. أستاذ انت ليش ما تسمع الاغنيه وتعرف قصتها حتى تعرف شلون تخرجها؟ اقول لك تتعلمني بالاغاني، انا اغلط قدامك مالتي. ليش هي اخراجك؟ لا فكرتي، ما شوف صاروها بالبلم. ليش؟ شاردين مني حتى ما الزمهم. الله يخليك، بدي اقول لك اسمع هالاغنيه واحكم. اخي اكو اشياء بلم نسمعها نسويها، هسه اكو اغنيه ما بيها نار؟ عادي. اكو اغنيه ما بيها لقطه صوره معلقه؟ يجوز يخلوها على الميز. لو تكسر لو تحترق. اكو اغنيه ما بيها سوار لو قلاده ذكرا بالحبيب؟ ما اتذكر. بس صلاح البحر، جازف وسواها ساعه. الله يخلي لك زوم، انا اريد كليب مختلف. اقول لك يا مختلف رحمه الوالدك، انت شنو ما تشوف القيثاره؟ الكليبات العراقيه كلها مش شابهه، هم لا يصورون بالزوراء لا يصورون بالصحراء. استاذ انا ما لي علاقه، انا اريد كليب جديد. راح اطلعك السوق. وين الجديد؟ اقول لك شو انت ما عاجبك شو تتقلب؟ ترى هيثم يوسف جابها من كذابه الاحباب نروح يسوق، حتى شفر ساق. ايتو لسن لسن، استاذ ابو الزوم حتى ماجد المهندس يتوسل بي. حتى يصور له؟ لا حتى يسوق. استاذ شنو تطلع جايز؟ دا اقول لك اسمع الاغنيه وافتهمها. تريد نسوي شو مو؟ ايه نسوي شو؟ شو نسوي؟ نروح سوق الغزل نجيب كم حصان. لحظه لحظه لحظه، انت مو قلت الحصان يا لي؟ اقول ليش ترى الحصان مصوراتك لبات اكثر من احمد عدوي. خلاص انا ما اريد حصان، اخليك تشيت بالمسبح. انت مو قلت لي باغنيتي المودل اللي وياي تشيت بالمسبح؟ استغفر الله، عدل المسبح مال ابوك، اذا لا يسبح لا يسوق لا حصان. زين اخليه يشيل سلاح. استاذ انت شنو ما تشوف الكلبات الجديده؟ شايفهن ما بيهن ذني كلهن. لا بيها بس سلاح. زين اخليك تضرب حبيبتك راشدي؟ ما تقول لي تشبيك، انت مو قلت لي انا اضرب راشدي. لا عاد راح اخليك تضرب بوكس. هو لازم اكو ضرب؟ اقول لك لا تتقلبون عليه رحمه الوالديك، ترى انا اكو اغاني ما اتذكرها، اتذكر بس الراشديات اللي بيهن. بايل بايل استاذ شنو رايك اطي هذا السيناريو مال كاظم الساهر؟ مو 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 خاف ابو سامي يزعل. دخل اطي هي يا استاذي. بجيب. دخل. تدخل بنيه حلوه وانيقه للمكان وتصير عينك بعينها، لان انت تشتغل مطرب بالمكان. انا فقير وهي غنيه. شلون عرفت؟ من ابو وسام. مو قلت لك ابو وسام ما يضم سالفه؟ استاذ صار لي ساعه افهمك، اقول لك اغنيتي بيها حب وغزل ورومانسيه. لقفتها هاي اغنيتك تصور بالشتاء، الدنيا بارده ومطر. والله حلوه الاجواء. وحبيبتك واقفه بالشارع تنتظر تاكسي. وانا اجي انطيها الشاكيت. نو نحن نختلف عن الاخرون. هسه عجبتني، بديت تفكر صح. تنطيها شمسيه مالتك. برافو برافو اكسلنت. ما عندك كلب صيفي احسن؟ والله عندي بس ضامه العمر ذياب، لان تعرف عضلاته حلوه وما يعرف يصور اذا ما يطلع الوشم مالته. الله يخليك، انا اغنيتي بها غزل وفرفش، يعني اريد بها ايقاع. خو قول له اريدها مثل الاغاني الجديده. اقول لك ايش بها الاغاني الجديده؟ تدول عينك، هو لو المطرب حلو يرقص، لو مكان واحد يصورون به ويصرفون عليه ازياء كومه،
لو مجموعة يقمزون وما تعرف ليش يقمزون. لا أنا أريد أغنية بيها قصة. إذا لقيت أغنية جديدة بيها قصة أقص شاربي أضربك بالمونيتار. بد السودة بد السودة. الكيكة مالتي انت اكلتها؟ لعد انت اكلتها؟ لعد انت اكلتيها؟ لعد يا حصان اكلها؟ بوي انت شو اسمك؟ حنان. حنان ولا حد يقعدني بوي؟ عفية شنو هالخلقة؟ نمشي ليش؟ أنا أحلى واحد بعشيرتي. عشيرة لقونية مال فحم. لا بابا غنود. أنا لازم أبيع البيت. لا البيت وطن يا عامر، والما عنده بيت ما عنده وطن يا عامر. أنا دخلت وتأثرت بكلامك، ما راح أبيع البيت، ما راح أبيع البيت، ما راح أبيع البيت. نبيعه إذا جاب سعر زين يا عامر. يا عراق ترجع شي أكيد بحالك، ويضحك نهارك يا وطن ويلي لك، جرحك جرحنا وال... هاي شنو هاي؟ شنو هاي شنو؟ انتو منو؟ هاي شنو؟ هذه مسرحية. آسف أنا متيه، لعل أروح المكان الصحيح في مرة. لقيتها تاكسي، تاخذ لك سيارة وتطلع الطقطق العصريات. واضح النداء. يعني طالع انا من السبعة الصبح، وهسه الساعة راح تصير 11 من الساعة بيش، انا مشتغل ب5000. تطلع من الصبح للليل، هاي بس نقضيها بس ازدحامات. ردتين منو قال لكم اشتغلوا بالتاكسيات؟ منو قال لكم اشتغلوا بالتاكسيات؟ وانت قلت ليش دعوة القد مركز؟ شباب يعني بصراحة أنا قلتها بس ما مقتنع، لأن أول شيء الشارع صاير عنبة من قد السيارات الصفر، ثاني شيء شنو من 5 الصبح ل 11 الصبح 5000؟ الساعة بالربع كافي كافي مو هيك. وهذا اللي يسوي نفسه يسلم عود بالشارع هيك أنه يأشر لك ويسوي هيك، هي حركة قديمة بس يوقفون عليها رتل. لقيت لكم شغلة ثانية، يوم ياكم القاكم شغله القاكم، ما نظل ننتظر التعيين الحكومي ومقابلين الوزارات. لا مو حلال ابراهيم اللي يعوفكم وحدكم، شباب المستقبل الخريجين العاطلين على العمل. يمي ما اقدر اضرب صدري المايك ابو طه يقتلني. نشتغل كيات مشاكل. افتح بابي هو صار له ساعه ساعتين، فشون ما يضوج ويتعارك وياي. عبر اذا تقول لي الف يصعد الضغط. ليش الف؟ هو باب الشرجي سفره، ترى سفره بدون جنط، ورجلينا تصير خيوط، ومن تقول له ألم قال لك إيش دعوة. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. يعني مشاكل الكيات هواي، نعوف الكيات يعني لازم تخلي لك توثية جو الكشن وتتعارك ولغاب، وهذا غلس على الكروة وهذا يحكي بالسياسة. إذا ما بسطوك الكيات القديمة اللي واقفة على الخط تجي تريد تشتغل جديد، أنت من قال لك على هاي السالفة؟ عوف الكي عوفها بابا، لا تشتغل كيات. روح مشهد على ما قالكم شغله، يوم مراكم مراكم، قالكم شغله قالكم. تعبتني لك قمرتني اذتني، تعبتني كل ما احكي وياها تعوفني وتروح. لك ما تقتنع ما تقتنع، فويس 52 دقيقه دزيت لها وما جاوبت، وكل مشاعر صفطتها الصفط والله. بليغ حمدي داز لهم كلف وملحن 52 دقيقه. بابا الموضوع يمي انا قنعتها وراحت. ايش قاعد لوتي؟ اي أيوة والله بس وراها هم رجعت طنقرت. قد اثول. اي والله. السلام عليكم مرحله. شلوني؟ شلونكم شباب؟ هلا وخوذة هلا ومرحله خيط خو ماكو شيء. كافي شباب هواي ضحكنا، وعندي موضوع خطير لكم ولازم تسمعوا. شنو تتذكرون علياء ام خشم العالي اخت مريم الكبيره؟ ايه ايه ايه
شبيه وقعتها وحالي نحتاجك. عم انت والله رجال فما احنا امداك. وانتو بعدكم ما تعرفون تتحكمون باعداداتهن؟ اي بمعنى تتحكمون بهرموناتهن؟ انت مو قلت لي جيب لها هديه وفوز سالم؟ ايه فتت وصار بس طلع فوز سالم وقلت لها مشكوره؟ وتردين الصدق ما قصريتي. غبي لا ما تعرف شلون تتحكم باعداداتهن. شلون؟ لازم تفر الموضوع. شلون؟ اولا حبيبتي شقد تحبيني؟ كلش هو صدق نسيت اني زعلانه. وهاي احلى هديه لاحلى زعلانه بالدنيا. حتى هديتك ما اريتها. ما تريدين هديتي لان رخيصه؟ لا مو هيك. واني لام يوميتي ربع ربع حتى اجيبها. لا ما قصدت هيك حمودي. ذوقي ما عجبك مو؟ بس افهمني. انا تشيب. لا محمد يعني تريدين ايفون؟ هاي شكو برو. شلون؟ دعش ورقه. انا لو عندي دعش ورقه كان تزوجتك. اهووو انا ما عندي ذوق بالهدايا. انا تشيب انا ما اعرف اختار. لا هذا الشيء ما له علاقه. لا ليه زعلتي؟ اوه نسيتني حتى على شنو زعلت. اوصي عصير برتقال. اثنين رمان قلبي. الله لك هذا شقدكي خاما مثلنا من ام داك. يا بدا نعيب دا نلعب. بعد منو عنده مشكله بيكم؟ انا زيدكم. احكي احمد تشاطر. بس لا حد يستهزئ بمشاعري. اي سولف دا اقول لا حد يستهزئ. ما حد مستهزئ. لك انا حبيبتي دزيت لها 52 بيت شعري وما جاوبت. قد 52. اقدم لك احمد معلقات. لا اقول لك لا تستهزئ. اسف. احكي. اتغزل بيها تقول لي شنو احنا جهال؟ شو ما نحكي بموضوع جدي؟ نحكي بموضوع جدي تقول لي شو ما تتغزل بيها صار ما تحبني. هنا انت لازم تصير مشاعرك طوافه. يعني شلون؟ يعني لا تعطي كلش ولا تاخذ كلش، يعني تعوف الكاك على النص. صح صح صح. شوف حمودي مره قاعدين انا وياها ايه بمطعم زين قاعد اتغزل بيها القعده كلها زين شو على غفله راحت وزعلت مو اثول وانت بقيت تراضي بيها. طبعا غير ام الجهال. غبي هذا الغلط اللي يوقعون بيه كل العراقيين. تعرف شو اسوي؟ شو اسوي؟ اولا طبعا اكلهم كلش طيب. اي طيب قلبي سوني يا سفري. محمد ترى عيب. ليش عيب؟ يعني اقصد انت ما محتاجه. اذا انا ما محتاجه اطيل الفقره. يو محمد ترى ما ادري شلون قلت. يعني شلوني؟ يعني صاير هو يتعاند. قصدك عنودي؟ ترى انت ما حلو هيك. اي راح اغير تسريح الشعر. حكيت ويا الحلاق. ترى راح ابدي اضوج. يضوجي؟ واتعصب. اي عادي واذا لميت الناس بعد احلى. محمد ترى ما احب هيك شيء. انا همين ما احب هيك شيء. ترى راح ازعل. يزعلي؟ واقوم. قومي. واروح. هاك هذا السويج. ما اعرف اسوق. يقضي تاكسي. ترى رحت. لا ليش رجعتي؟ وما لحقتني؟ ما بي حيل والله. وما راح تراضيني؟ اراضيك بس بعد يومين. وش معنى بعد يومين؟ والله عندي شغل هاليومين. ها عندك شيء؟ عندي اشياء مو شيء واحد. لا تشوف اخي على قلبك. يبقي. قعد. مشتاق لك. اني اوصي عصير؟ برتقال. اثنين خوخ قلبي. زين هي مو زعلت؟ شكو رجعت؟ رادتني اتوسل بيها، شافتني ما بيها مجال فقررت تغير الموضوع. لك هذا شقد ذكي؟ خلنا مثلني ام داك. دا نحب دا نلعب. زين انا وحبيبتي هسه احنا كلش متفقين وبيناتنا ثقه وزاد وملح. بس بلحظه تقرر انه تشك فيها وانت تقعد تبرر لها. اي طبعا. لك بابا الهرمونات صعبه، لازم تسوي خطه حتى تفر الموضوع. هسه انا كلش ما افتهم بالهرمونات من ام داكم، فهمني شو اسوي؟ تبالغ اوفر كلش جدا. يعني شو اسوي؟ اولا حبيبي أنا كلش أحبك. يعني بجدي مثلاً؟ لا وأموت عليك. أنا أموت عليك أكثر منك. يعني أكو شي ببالي ما أعرف شلون أحكي. أي شي يجي ببالك أحكي. يعني دا أشك فيك. ليش حبيبتي شنو السبب؟ مرات من أحكي وياك أحس بالك بغير مكان. غير أفكر بالشغل يا حبيبتي. ومرات تلزم التليفون. يعني إذا جتني رسالة مهمة ما جاوب عليها؟ مرات مني يدقون عليك ما تجاوب. إي غير قاعد يم حبيبة عمري يم أحلى شي بالدنيا. عندك شي؟ حبيبتي شبيش ما تصدقين والله كل شي ما عندي. ما جاوبت والنوبة كاتب علي حبيبة القلب. عندك شي؟ حبيبتي يعني بيش أحلف لك كل شي ما عندي. جاوب. حبيبتي ما جاوب. إذا ما تجاوب أنهي العلاقة. يعني أنت مصرة أجاوب؟ ألو هاي أمه. أنا كم مرة قلت لكم بعد لا تفتحون هذا الموضوع وياي. أنا أتزوج ريهام
على سنة الله ورسوله وقولي له لأبويا بعد ليه يفتح هذا الموضوع بالبيت زين لو لا. انت ليش تحكي ويا عمتي حبيبتي هيك؟ غير حتى حبيبتي ترتاح اوصي عصير برتقال اثنين موز قلبي. لك انت شنو محمد؟ انت لازم يبنوا لك تمثال دنشب دنلعب دنحب زين انا شلون بيه؟ شلون؟ حبيبتي تغار علي 24 ساعة اوفر، شو اسوي لها؟ من جنبك شلون؟ اذا ما تغار عليك تحس بقيمتك كرجل؟ لا الضوج؟ طبعا ما عشكو فعلا ما احس بقيمتك كرجل دنحب دنلعب ادخت شل قالكم من شغله ادخت امين بناء عماله احنا بدايه حياتنا كانت عماله بالثانيه بدايه علمونا شلون نبني العماله سهله يراد لها طلع من الفجر تلبس درس رياضي جزمه ب 3000 عند ابو الانشائيه خيبه حون الانشائيه ب 3000 يراد لها ريوق مالح لان العماله ثقيله شويه تروح تتوجه للشغل تلقى لوري مال رمل مذبوب هناك تطق فوقها طن اسمنت وتطب الكرك تفتح الخبطه تفتح بالخبطه لحد ما تصير ملكه لابس بيها لابس بيها لابس بيها لحد ما تصير طين دور تدخلها بالطاسه جوا تدخل للبناء وكرفه فلوس الحمد لله والشكر. هاي الهويه مال نقابه المحامين العراقي شغل بالمحكمه ماكو عماله ماكو يعني اسبوع يلا تطلع لك يوم عماله تسع نفرات ورا شغل ماكو يعني ابسط شيء العماله والله الا واسطات يعني العمل العمل الا واسط اي والله العظيم يعني العمل واسط لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود ليش يا خلفه طلع قرايبك وما تطلع الشباب العراقيين وياك يعني مثل المسؤول يجي في حمايه قرايبه وين يروحون الشباب العراقيين اوف العماله شباب اوف العماله على دوركم شغله حج اليوم خمسه بالشهر اعرف اليوم النتائج ما جهالك لا حج الايجار تشبيش فرحانه يطيش نسبه اشتعل حظي حج اليوم خمسه بالشهر شكو حج المولد اشتعل حظي حج اليوم خمسه بالشهر افتهمت خمسه بالشهر شكو حج الانترنت اشتعل حظي حج اليوم خمسة بالشهر اليوم السلفة مو اشتعل حظي يا رب راسبين يا رب راسبين ما افرح بيهم حجي من امه جهالك من امه هسه اذا انا الحين من اجيب لهم فلوس هدايا حجي 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 لا تقولوها ناجحين اشتعل حظي حجي يوم خمسة بالشهر هات ما عندك سلفة؟ لا حجي كلية ويراد لي سيارة وراحة ورجعة ومصاريف تعليم صار الكتروني مشي ولي ما تحتاجه ممنون حجي حجي اليوم خمسة بالشهر وانت شو تريد حفاظات؟ لا بلاي فايف دبشي روح ورا اخوك ليش ادبغك انت وياه؟ اشتعل حظي شبيك؟ شبيك ما تقول لي شبيك؟ دمرتني اشتعل حظي اشتعل حظي من الولدت لحد الان انت منو؟ حظك الله يطيحك لعد اقعد وانت العراقيين ما عندكم غير هاي الجملة وما اقعد دقعد يا حظي ما اقعد بس هالمرة اقعد وياي بشرفك يلا بس هالمرة يا حظي ليش هيك ما خليتنا نتزوج لحبها بوقت ايش قد فشرت عليك اشتعل حظي امدى حظي طيح الله حظي وين صخم وجهي ودمر شبابي من وراك اشتعل حظي واشتعل حظي بس هاي المرة تفيدك ابتسام بوقتها قعدت ويا حظها وعجبني حظها كلش ايش بيش؟ تذكرت سالفة حجي انت متأكد من قعدت ويا حظها شفتها تفيدني؟ شلون حظ حظها؟ يخبل لعد بالمعاملات ايش بيك وياي ما تقعد؟ ويا ما نقعد ويا المعاملة ليش بشين واقفة؟ قبل فترة رحت داسويها وطلعت ناس الهوية ليش نسيتني اياها يا حظي؟ انا ايش علي؟ انت اثول غير تاخذها وتطلع ايش بيش؟ تذكرت سالفة حجي هاك استفاد بوقتها قعدت لك شلون قعدت لي؟ جبت لك ثلاث اشخاص حتى يمشوا لك المعاملة على 50,000 انت ما تدفع بوقتها لو دافع صار لي 6 اشهر بهاي المعاملة ادفع حرك جيبك زين انت ما عندك احد يمشيها؟ هالمرة راح اقعد لك دول عيني اخليهم يبصموك بباب البيت بعد شو تريد؟ زين عندي معاملة لو خذها ما بيها استغلال يعني انا حظك طيحني براحتك عندي معاملة بالطابو بالطابو؟ اي بالطابو انت يراد لك حظ وبخت ورشوة وما تمشي
شبيك؟ نفس السالفة تذكرت. يابا أنا روح. أنت ما يخالف روح، بس اقعد. وين اقعد؟ وين ما تلقى مكان اقعد. وتعرف أنا شوي رياضي. شوف حظ ابتسام. أمه ذا حظي. أمه ذا حظاني هم. هيك صارت أبو الهيل؟ كات. لقيت لكم شغلة. هاي الشغلة هي تاخذ لك شمبر حديد وتخلي بيه مخضر طماطم وتيتة أو تريد تجيب ملابس جوارب كليتات سوارات، يعني ذن الشغلات مشروعك وعلى الرصيف وكرم فلوس. لم يسلم هؤلاء الفقراء من أصحاب بسطات بيع الخضر بالسماوة من الإجراءات الحكومية التي ضيقت عليهم لقمة العيش الكريم بعد إزالة بسطاتهم بداعي التجاوز على الأماكن العامة. شعلة يعني با أبو البلدي يعني شعلة أنا شعلة لا عمو أنا علاء الإبراهيمي مقدم البرنامج لايت بطيخ قاعدين بالشارع إيه. شوفوا يعني حالي حالكم على ساعة شايلين البلدية منا يعني أنا أقول أفكر لكم بشغلة ثانية نعوف البسطيات البسطيات مشاكل احنا شعب عبارة عن منجم مال كرة قدم ليش ما نستغل مواهبنا ونلعب طوبة بلكت يلقفنا نادي يلقفنا يعني ميسي مو أحسن من عندنا كريستيانو مو أحسن من عندنا كابتن ماجد مو أحسن من عندنا انت تنظلم وتقعد حالك حال المصطبة هاي وتشوف المرتب اليوم الزين مرتب مثل أبو جابي بسيارة وهاي اللي يدفع اكثر يلعب يدفع اكثر يلعب اي كنا قاعدين بتمرين جاي يتمرن وجا لاعب هو والده ملبسه حلو واليد حلو ومو لاعب بس اجى وي والده وخذ المدرب اخذ قبل اخذ قبل بدل ما يحكي وقعد واحد وهو صار قعد واحد وهو يلعب حتى يشتعل عليه الكابتنين حتى الطوب بالواسطات الله اكبر الله اكبر ليش هاي الشباب خطيه تتمرن وانت تجيب ابنك على الحاضر باللكزز تلبسه كابتن يا مدرب شباب ما لكم علاقة اللي يريد يثبت موهبته يصير صار على عدنان صار على عباس صار وميمي صار جلال حسن صار نور صبري صار يونس محمود اللي يريد يصير يصير بس إذا ما عندك موهبة وشفت نفسك ما تدبرها بكرة القدم روح للطوبة تونس وارجع تونس شوف لك رئيس نادي ثقيل مثلا حموشي حموشي رئيس نادي اخذ لي مزهر مزهر من ابو علي وهذا العزب اللي هو هذا تاخذ المزهر وتقعد على على المدرجات شو تقول عندنا حموشي عندنا حموشي عندنا حموشي عندنا حموشي هدوني يا ابي هدوني اخواني بياناتنا ما عليكم بعلكم اليوم افلشكم تفلش ما حد الا عندي حصه هنا زين لو لا يا اخي انا اهرب من ضوضاء صوتك لو من ضوضاء صوت المولد اهدأ اهدأ احكي بهداوة يا حلو تقول له اهدأ شلون اهدأ وانا المجبور على العركه لكم وين يصير بيها هيك وسام حبيبي واخويا وتاج راسي تريد تبيع البيت مالت ابونا ما يخالف وما قلنا شيء بس اعطينا حصتنا كلها تحكي الا انت المتزوجه تردين تعب ابويا روح للنايمين للظهاري طيب اختك الصغيره المسكينه شنو ذنبها تبخس حقها ابخس حقها طوبها مرض تريد تدرس بروسيا مو؟ أنا فلوس أبويا تنذب بالخارج؟ يا حبيبي يا وسام هسا إهدى أذب هذا الإسلاح من إيدك خلينا ندخل جوا الشارع عتمة ونور عتمة لك والله حيرتني مثقف واوي أنا أدري بيك ناصب على البنات تريد تأخذ فلوس وتشتري كتب من المتنبي وسام ترى فضى حتى بنص الشارع بنص الشارع على الستارة ما له علاقة باشر تبصمون وما لكم حصص يا أخي إهدى لا تهدى دراح لك على أبوك دراح لك التفاصيل بس لك شنو هالهوسه؟ تفضل اسف اني اخاف جايك بوقت متاخر، لك شنو تفضل؟ طاب غرفة النوم مالتك عركه وهوسه صياح بالشارع احكي لي شكو؟ ايوه شنو يعني؟ انت فروج وصاير ديج، كان المفيد ما يعب واحد هيج، احكوا لي شنو هالهوسه؟ بابا شوف سيدان ما مسوي شيء وما تقدر تسوي لي شيء لان انا ما مسوي شيء. من ناحيه مسوي فانت مسوي هوايه، اولا المسدس اللي ضميته من شفتني وانا جاي هاي قضيه. وثانياً إزعاج الجيران وبث الرعب هاي قضية ثانية
والثالثة هاي اللي أنا خايف عليك منها، إنه أنا ضجت من عندك وخليتك ببالي. يا بت ترى ماكو شيء، ورد مرصدكم ترى مشاكل عائلية. يلا سيد أمر غصتك مشاكل عائلية، يلا خلنا نطب جوا نحل مشاكلنا، رحمة لوالديكم. وين نطب جوا؟ احكي لي شنو هالهوسة وشنو هذا السلاح؟ زين أنت ليش مكلف نفسك وجاي أقول لكم إيش دعوة؟ يعني أنا أقدر أحكي لك الموضوع وأنا أحبكم. هسه صرت أليف، يعني أقدر أتفاهم وياك. احكوا لي الموضوع شنو؟ سيدي هذا ما عنده رحمة، هذا ظالم، هذا قاسي، ما معقولة. مات الإنسان بداخلنا كنا بدم خنبك عليه، والتقينا بموعد آخر من جديد، مسدساتنا من حديد. لا يا صديقي أنا بدك تسولف لي السالفة شنو؟ سيدي أنا أفهمك الموضوع كله، هذا أخويا أنا كلش أحبه وأحترمه، من مات والدي الله يرحمه هو صار بمقام والدي. هذا أب، هذا أبو درب، أبو مشاكل، أبو طلايب، ما يرهب مكان أبوك. شو يريد يبيع البيت وما يعطينا حصصنا؟ وأنا أدري شوفني أنا وحدي وزوجي وأطفالي ببيت إيجار. تريد تبيع الأول والتالي راح أضربك بالغالي. سيدي ليش التعب الغالي؟ هو أصلاً بيته وبيت أبويا، يعني هم ما لهم شيء يمي. أبوك أبوهم همين، يعني هم إلهم حصة حالهم حالك. سيدي إحنا نسكن بمنطقة شعبية، مطرة السماء فاضل بيت، زوجتي فرشة رمل الباب ونامت، ظلت بس ترجف وظلت مثل النار أعصابك يمت البيت يجف. كاظم الساهر بداخل قلقني، لك باب وحكي لي عدل أرد أحل مشكلتكم. سيدي أنا كل شيء ما أريد بس حقي. وتحكيها قدامي؟ شنو هالصلافة؟ ليش يا بس سوت لك ضربتك أذتك، بعدين هم لازم يأخذون ولهم حق بالشرع والقانون. سيدي من رخصتك لا تهددني تراني ما أخاف. شو لك؟ حموش ايش بيك اهدأ؟ سيد هذا العارس هي على اهله، اليوم اللي حضنه. لك بابا ادري انت مشتاق له، تريد تدعي عليه مداف تعب. سيد اليوم اللي حضنه واطلع فلوس الورث كلها من خشمه، وحتى خلي طورت للجواري. حموش اهدأ، اهدأ ترج القانون، ما يصير تحكي بهالطريقه. بيك بخت بكموله، شو عرفت شو اسوي بيك؟ لك كموله شنو؟ العب وياك طوبه بالشارع؟ زميلك كان بالجيم، احترم نفسك؟ وقف عدل، ايدك بصفك، افتح شفوفك، افتر 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 افتر. هكذا يتحول المنتسب الى ساطور. تخيل اخي يقول للاخته اني خيرتك فاختاري، ما بين تبيعي لي الحصه او ابصمك بالاجباري. وانت اكيد قلت لها اختار الورث او اللا ورث، فجبن ان لا تختاري. كيف عرفت؟ اني اعاني، اني اموت، واني حطام من وراك. سد حلقك ولا تفتحها. سيدي من رخصتك من الاخير ورث ماكو، ويبصمن غصبن عليهن، ويلا مرصاتكم روحوا لين مشاكلنا بيناتنا. أنا آسف خاف اتدخلت بيناتكم. لا ما صار شيء. أنا آسف خاف اتدخلت بخصوصياتكم. لا أقول لك ما صار شيء، يلا روح من هنا. باع العار مصدق، لك بابا أنا رجل قانون، يعني غصبا عليك اتدخل بهذا الموضوع. بس وينك كنت حكي رحمة الوالدين؟ إذا هسه أخذك للمركز ترجع تهوس الخواتك. الحصل بيني وبين الجين نوفيها، حصل بيني وبين الجين نوفيها، حصل بين بس. هذا خلى زوجتي حافية القدمين. بس أنت بشر، سيد الروائع مال كاظم الساهر. وراح أقول لكم كلمة للتاريخ. إذا قل لي إذا عيشتنا صارت على المرام، والعراقي قدر يحقق الأحلام، وإذا فد يوم عشنا بسلام، تاكل حقوق أختك أكبر حرام. الله. من أكثر شيء تشتاق له داخل العراق؟ أكيد أشتاق لعائلتي والبلدي والمنطقتي. زين أنت من الضوج بالعراق؟ نعم. ضوج وصير حزين؟ نعم. وتنجرح؟ نعم. انا مجال خلصت. شلونك بعد؟ سد اللقطه راح مع الاول. سد اللقطه اكثر شيء اللي تحبه بالعراق ومن الضوج تروح له؟ تعرجت والله. حتى انا وين تحب تسافر يا دولتك؟ والله لا. شنو اكثر شيء تشتاق له بالعراق؟ البيت. تشتاق للبيت. اكثر شيء راح تشتاق له داخل العراق؟ شنو تحب أكثر شيء بالعراق؟ والله أحب الله. إذا سافرت خارج العراق المن راح تشتاق؟ العراق. شنو الطفل هم سألوك شو تريد تصير؟ سألوني. إيه. قلت لهم أصير مهندس. تالي. تالي حتى الأساس ما عبرته. إذا هاجرت برا العراق المن راح تشتاق داخل العراق؟ ما أشتاق للعراق. تتصور هاي الشباب بس تباوع، يعني تكيف وتصور باوع. شفنا هاي أبسط شيء، أبسط شيء هذا التصوير والإنترنت. إيش بيك ضايل؟ ها؟ منزعج. منين منزعج؟ الدنيا. مضجور؟ شنو مضوجك حبيبي؟ يلا امشي امشي للشغل امشي. من كنت صغير وسألك ابوك
قل لك بابا شو تحب تصير من تكبر؟ قلت له مهندس. وتالي تالي بالسادس بعدني كذاب. ايه دور ابن الوكيل. الله هاي سنة تتوقعها سنة خير؟ نحو الأسوأ. إذا سافرت برا العراق أو هاجرت برا العراق أطمئن. هاي نومتي. شنو رأيك اليوم الجولة جولتها ببغداد؟ شنو شبت؟ شنو وين رحت؟ هو هذا الشارع ماخذ طول وعرض. ما عرفت ايش قد مساحته؟ لا بعد. يا دولة تتوقع راح تختارها انه تعيد حبيبي تنبيه على راس زين اذا هاجرت برا العراق المره اذا هاجرت برا العراق المره تشتاق بالعراق اكثر شيء؟ والله البغداد ماكو احلى منها، بس بغداد حلوه. بغداد احلى. بغداد حلوه. من كنت صغير؟ كنت صغير انت؟ نعم اكيد كل واحد كان صغير. البصره لو ما يج حلو جايت بهدومي. بعدنا باول العشرين بس مشيب الحاجب العبرنا الله يرحمه يقول هذا شكات للشايب من تايلند جاكرتا علاء الابراهيمي من الجزر الوسطيه قدام مول المنصور. اخي الجمريه مال شايتر ابو الهيل شاي شاي ما يحتاج لك شيء. ترمز تبوقه من بيبيتك اكيد ضامه فالترمز قديم هذا ابو الزغارف ماكو تبوقه من بوفيتها تروح لامك تلقى اكيد ضامه شكر بالكاونتر تبوق لك كيلو شاي يابس كيلو وللتقاطع جيب لك قلاصات سفري بس راح تلقى واحد قدامك هناك مو تعركون هذا انا دازه سمعني وراح وياك قسم الشغل بيناتكم وكرب فلوس. قلاص من 750 يصير ب 1000 وربع، شكر يصير 1000 ونص، زين بيش تبيع السفر الدرزن؟ بيش تبيعه؟ يلا قل لي بيش تبيعه؟ تقول له 5000 لا ما يصير 6000؟ اذا كافي. ايجار قاعد 7000 لو تطلع لك لو ما تطلع لك. 7000؟ وانا جاي اقول لك ارفع فلوس؟ طبعا انا ما اعرف شلون جاي افكر. احنا عندنا قاع مثل الذهب. عندنا نهرين وسهر رسوبي وقيعان خضره ليش ما نزرع قيعانه هن واجدادنا نروح لها نرجع لها نزرع خيرات الله طماطه وبصل وخيار وباقله ونعيش ونكرب فلوس. طماطه ب 5000 دينار وما حد ياخذها هاك تنوع يا عمي شوف يعني اكو بيها خايسه مثل التركيه معفنه مثل الايرانيه معودين حتى في الآلي احنا شالت قام الصندوق ياخذ له منا ربع 1000 دينار نبيعها ب 4000 الا 1000 بالصندوق يعني ما يجيب قوت العائلة شي سطحين ما يجيب له. بس الطماطه نعوفه شلبنا بالطماطه نزرع غير الطماطه نزرع باقله شلون الباقله؟ خلي يا ابو حسين انا شو اسولف لامك على الباقله بويا نايم نومه اهل الكهف خالب علوه الحل يا بي يا عيشت السود يا عيشت السود وعيشت الذل. ولك عوف عوف مضيوم 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 كمل خويا كمل كمل. يما البانيه البانيه يمكن تضرب القاع. عدت البانيه عود استاذنك اقول لك اسرع بانيه اسرع بانيه. يا ابو يا وخبرهم وقلهم باكر احنا نشيل يا ابو يا ابو حسين. خلنا نختم البرنامج ابو ليل ما اتحمل اموت من القهر امت عيني عليك اخويا نشوفكم في حلقه جديده. انا حاسس هذه الكيكه راح اخذها تطلع اكسباير واسمم فراح ارجعها لابو الاسواق. واني حاسه اذا ترجعها لابو الاسواق يتعصب عليك ويضربك. اذا قبل ما ارجع الكيكه لازم اخابر الشرطه واقول له راح اصير عركه بالاسواق. ولازم تخلي محامي لان ما عندك شاهد ان ابو المحل ضاربك. لا عاد راح اخابر محامي عرف صديقي اقول له يطلع لنا للمحكمه ورا ما نطلع من مركز الشرطه. انا راح اتعب بابا. ليش ابني؟ من المسؤوليه لان احس انت راح تنسجن وانا اصير بمكانك. لا تخاف ابني شده وتزول انت قدها وقدود هي كم سنه واطلع من السجن دير بالك على عائلتك. بس بلا زحمة هذا الوهم اللي بنيتوه عوفو وطون لحسابك على مراكم. العفو عادي عادي صرف لك. أنا حاس هذا الكاشير ما يفتهم بالورق وراح يقول هاي 100 دولار مزورة. بهاي الحالة راح يصح عليك مزورتي
واني حاس اكو ضابط هنا بالصدفه جاي يتسوق ويسمع كلمه مزورجي ويجي يذبني بالسجن. ماكو مستشفى هنا؟ ليش؟ اني حاسه من راح اسمع الخبر راح اتخربط وينضرب راسي بالقاوي ينقلوني للمستشفى. واني بعد لو تنقلب الدنيا ما العب ويا حسوني. ليش مو هذا مو صديقك؟ لان احس واني دا العب وياه تجي امه وتقول لي امشي ابن المزورجي. لا تخاف ابني ما يصح الا صحيح وهذا البلد فيه قانون. انتوا عائله يرادلكم بس كاميرا او مخرج يقول اكشن تصيرون احلى مسلسل. هسه شو تريد؟ ماكو شيء حبيبي طيل الفلوس وراكم عالم الله يخليك. انا حاسه حتنشق العلاقه ويتطشر المسواق وينكسر العصير وتتدمر ملابسي باكر عندي كليه. ويطير قزاز من بطل العصير على وجهي و36 خياط بكل خد. وابوي شوهوكي. يا معودين هاي علاليق اصليه ما تنشق. يعني ما راح ينشق وجهي؟ لا حبيبي علاليق قويه من مطبعه شمس الغري. ممتاز. لا تحط لنا من هالعلاليق هواي لان طول ما نتسوق احنا نخاف تنشق العلاقه. ومو بس هاي اي شيء تريد يطرحوا لك اياه بخدمتك تندل مكانهم؟ لا بالنجف بحي عدن بشارع الاجهزه الكهربائيه. وانا حاسه اذا نروح للنجف راح تنقلب فينا السياره بالطريق. وانا حاسه راح نشمر من الجمل يمي لابسه حزام امان. وانا حاسه راح نشمر من التنته. هوب 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 عندهم رقم تليفون تخابروهم او عندهم صفحه على الفيس. ايه تكتبوا لهم 3 ايام والطلب يمكم وشنو ببلاش يعني مجانا وباي مكان. انا حاسس العلاقه ما تستحمل. لا حبيبي تتحمل وعندهم اشكال وانواع وازيدك من الشعر بيت. زيد اذا خليت ولادك بالعلاقه امن. انا حاسس ابني ما يقبل يصعد بالعلاقه. بالنسبه للجقاره شو كنت ورثها؟ انا حاسس من اشرب جقاره صار عندي سرطان بالرئه واموت. قعدت من الصبح نعسان وبراسي ألف تفكير شنو هو الجديد اليوم واللي وياي راح يصير شقد راح ألقى تعليقات بعضهم ينتقد بي ومنشورات الانترنت كلها طاقة سلبية إذا نهزل صباح الخير ألف واحد يعلق لي منو قال لك تنزليك يصير فلان قايل لي واطلع والقكم اشياء بحيث تخلي دمي يفور وحدة حامل بنيتين راجلها كاتل الدكتور وتلقى الازدحام الزين من الدورة للمنصور يا اني حاير ويا الناس ما ادري شلون اقنعهم شنو يردون ادخن باي ومكلفهم اسمعهم اذا غيرنا شخصيات كلها تقول غيرتوا واذا كررنا بالموضوع يقولون خلصتوا واحنا الغايه والمضمون بالموضوع المطرحه اللي نريده نفرح الناس وهدفنا ننشر الفرحه هذا الموسم اللي جا كلش راح يعجبكم راح نصير حبابين حتى لا نزعلكم بس ببالك وموضوع رايد واحد احكي له واحد باق مني فلوس برايك شو اسوي له هذا البرنامج برعاية كريم كوين جوهرة الجمال. هذا البرنامج برعاية عصير طازج حليب المدهش الأصلي بحلته الجديدة ونفس الطعم الرائع ومن المزارع الخضراء الطبيعية المدهش حليب الأجيال. هذا البرنامج برعاية شركة نكتاليا الفرنسية لحليب الأطفال. هذا البرنامج برعاية شقق غنجان لايف في أربيل.